السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى تكونوا جميعا على خير وبخير وصحة جيدة إن شاء الله. في هذا الفيديو سنرى آفاق المهنية لشعبة الآداب والعلوم الإنسانية. عندي هنايا ملف فيه مجموعة ديال المحاور، من بين كاين المحور الأول كاين أهداف الدراسة على تنمية الرصيد اللغوي والأدبي لدى المتعلم، تمكين المتعلم من صقل المواهب الفنية والإبداعية لديه، تمكين المتعلمين المهارات في مجال النقد والتحليل، تقوية قدرات التواصل كتابيا وشفويا لدى المتعلم بالنسبة لمسلك رياضة ودراسة، إضافة لما سبق تطوير المهارات الرياضية، صقل المواهب وتنمية القدرات البدنية. على بالنسبة لهذا المسلك ديال الرياضة ودراسة غادي نشوفوه من بعد، يعني مسلك جديد. هذا بالنسبة للأهداف ديال الدراسة. بالنسبة للمؤهلات الدراسية، على بالنسبة للمتعلم خصو يكون عنده مستوى جيد ومعدلات تحصيل دراسي جيدة في المواد الأدبية، يعني بالنسبة للغات على الأقل اللغة العربية اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية، وأيضا خصو يكون مستوى جيد ومعدل جيد بالنسبة للاجتماعيات والتربية الإسلامية. هذا بالنسبة للمؤهلات ديال الدراسية. من بعد كيجي المؤهلات الشخصية، ميول للعلوم الإنسانية كعلم النفس وعلم الاجتماع والتاريخ، قابلية لتعلم اللغات، يسر في التواصل الكتابي والشفهي، حب المطالعة والاهتمام بالميادين الأدبية والفنية والثقافية، توفر على موهبة رياضية. بالنسبة لمسلك رياضة ودراسة، اختيارات المتعلم في إطار مشروعه الشخصي. بالنسبة للمؤهلات الشخصية، بالنسبة للمواد والحصص، على المواد ومن بعد غنشوفو الحصص وكاين خيار ديال الإنجليزية. بالنسبة للتربية الإسلامية، الحصص هما حصتين، اللغة العربية 5 حصص، الثقافة الفنية يعني حصة واحدة، التاريخ والجغرافيا 4 حصص، الفلسفة حصتين، اللغة الفرنسية 4 حصص، اللغة الأجنبية الثانية 4 حصص، الرياضة حصتين، علوم الحياة والأرض حصة واحدة، المعلومات حصتين، والتربية البدنية حصتين أيضا. هذا بالنسبة للمواد والحصص. من بعد غادي نشوفو شنو هما الشعب والمسالك بعد جذع الآداب والعلوم الإنسانية. لهنا كاين جذع مشترك للآداب والعلوم الإنسانية بمختلف خياراته اللغوية. من داير جذع مشترك للآداب والعلوم الإنسانية، بالنسبة للسنة الأولى من سيكل البكالوريا، يمكن يدير شعبة الآداب والعلوم الإنسانية باختلاف خياراتها اللغوية. وبالنسبة للثانية بكالوريا، يمكن يدير سيكل الآداب بمختلف خياراته اللغوية، أو مسلك العلوم الإنسانية بمختلف خياراته اللغوية. يعني هنا كاين في البكالوريا الثانية بك يمكن يكون جوج ديال المسالك. في حالة إذا كان مسلك اللغة العربية بالنسبة للسنة الأولى بكالوريا، على عنده الحق يدير فقط مسلك اللغة العربية. بالنسبة للشعبات العلوم الاقتصاد والتدبير، إذا كان في الأولى باك، بالنسبة للثانية باك عنده الحق يدير مسلك العلوم الاقتصادية أو مسلك التدبير المحاسباتي. وإذا كان تلميذ عنده شعبة الفنون التطبيقية، عنده الحق يدير شعبة واحدة وهي شعبة الفنون التطبيقية في الثانية باك. بالنسبة للجذع مشترك للآداب والعلوم الإنسانية رياضة ودراسة، إما يدير في الأولى شعبة الآداب والعلوم الإنسانية رياضة ودراسة، أو شعبة العلوم الاقتصادية والتدبير رياضة ودراسة. غادي نشرح من بعد شنو هي رياضة ودراسة. بالنسبة اللي داير شعبة الآداب والعلوم الإنسانية رياضة ودراسة في الأولى باك، على الثانية باك عنده الحق يدير مسلك الآداب رياضة ودراسة أو مسلك العلوم الإنسانية رياضة ودراسة. لشعبة العلوم والاقتصادية والتدبير الرياضة ودراسة بالنسبة للأولى باك، عنده الحق يدير جوج ديال المسالك اللي هي العلوم الاقتصادية رياضة ودراسة أو التدبير المحاسباتي رياضة ودراسة. بالنسبة للرياضة ودراسة على كيقصد بها أنه التلميذ عنده الحق يدير دراسة وفي نفس الوقت يدير التكوين الرياضي بالنسبة للفترة المخصصة، إما الفترة الصباحية للدراسة وتختص فترة ما بعد الزوال للتكوين الرياضي. هذا بالنسبة للشعب والمسالك بعد جذع الآداب والعلوم الإنسانية. بالنسبة للتغيير ديال التوجيه، تادسا محور ديال تغيير التوجيه، لكل تلميذ حق في تغيير التوجيه إذا تبين له
أنه لم يحسن اختياره للجذع أو إذا لم يستطيع المسايرة به. يعني إذا كان اختيار خاطئ في التوجيه، مثلا أنه ودير جذع آداب، هو مثلا عنده نقاط أو معدلات جيدة في المواد العلمية، على هذه الحالة يمكن له يدير تغيير ديال التوجيه من جذع مشترك آداب وعلوم إنسانية إلى جذع مشترك علوم. لذا عليه أن يعبئ طلب إعادة التوجيه عبر فضاء التلميذ بمنصة متمدرس في الأجال المخصصة لذلك. إذا بالنسبة لتغيير التوجيه كيكون في فضاء متمدرس، يعني مسار متمدرس، يمكن يدير تعبئة ديال طلب إعادة التوجيه عبر هذا الفضاء. تتاح لتلاميذ جميع الجذوع المشتركة الجدد والمقررون إمكانية إعادة التوجيه نحو أي جذع من الجذوع المشتركة المتبقية. إذا هناك إمكانية تغيير التوجيه في حالة إذا كان توجيه أو إذا كان تلميذ تم توجيهه بطريقة خاطئة في جذع مشترك آداب والعلوم الإنسانية. بالنسبة لبعض الآفاق المهنية، المحور السابع بعض الآفاق المهنية لشعبات الآداب والعلوم الإنسانية. يعني إذا كان تلميذ أو تلميذة عنده شعبة جذع مشترك آداب وعلوم إنسانية، عنده الحق يدير التدريس، عنده الحق يدير القضاء، المحاماة، الإعلام، المساعدة الاجتماعية، ترجمة، التوثيق، التنشيط المسرحي والثقافي. كاين الميدان العسكري، يعني هناك عدة مباريات بالنسبة للميدان العسكري، ميدان ديال الشرطة أيضا، التمريض، التنشيط الرياضي والتدبير الرياضي وغير ذلك من الآفاق المهنية. على هذا كل شيء بالنسبة لهذا الفيديو. أنا كنتمنى التوفيق للجميع، وما تنساوش إذا عجبكم الفيديو ديروا إعجاب بالفيديو، وإذا كنتم من الزوار جدد ما تنساوش دعمي أيضا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وما تنساوش تقاسم الفيديو بين الأصدقاء لكي تعم الفائدة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.